ارتأينا هذا المساء عقد اجتماع لتجديد مكتب جمعية نور للتحالف التنمية البشرية، وذلك من أجل ضخ دماء جديدة لا بالنسبة للموارد البشرية التي تشتمل عليها هذه الجمعية، ولا بالنسبة للعناصر التي سوف تضيف بعض الإبداعات ضمن جمعية نور للتحالف التنمية البشرية. إذن اقترحنا هذا الجمع لجمع الشمل، وكذلك لدينا طموحات كبيرة في تجديد ما كنا نشتغل عليه سابقا، وهو ما هو فني، ما هو تربوي، ما هو رياضي، وهذه المجالات كلها تحتاجها المنطقة وهي في حاجة ماسة إليها. إذن اخترنا هاد اليوم بالذات من أجل إضفاء طابع جديد وصورة جديدة للجمعية لكي تكون ضمن الجمعيات التي لها باع في المجال الجمعوي. في إطار تجديد هياكلها وتجديد مكتب الجمعية، سنقوم اليوم إن شاء الله بعقد جمع استثنائي لتجديد المكتب، وكذلك تجديد تأسيس فروع مكاتب الجمعية إن شاء الله.